رهيبه. والكيس ده بصي عايزه اقولك ان هو بيفور السواد المناطق الحساسه بشكل سريع جدا. مش بس كده، هو هيخلي المناطق الحساسه عندك ما فيهاش اي جلد ميت وما فيهاش اي كلف وما فيهاش اي اسمرار تحت الابطين ما بين الفخذين العين الركب والاكواع. انا جربته يا بنات، ليه مفعول السحر في تبييض المناطق الحساسه، هيخليكي قشطه بدون اي سواد وهيخلي المناطق الحساسه عندك تنور. بالله عليكي ما تنسيش اللايك ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مويا. النهارده انا جايبه لكم وصفه حلوه قوي مجربه مني شخصيا، جربتها ادتني نتائج حلوه جدا لتبييض المناطق الحساسه وازاله اي سواد في المناطق الحساسه العانه ما بين الفخذين تحت الابطين. رهيبه يا بنات، بتدي تفتيح حلو قوي، درجه تفتيح حلوه جدا للمناطق الحساسه. بس بالله عليكي انا عايزه اقول بس معلومه مهمه قوي، عايزه اقول في بعض حاجات لو عندك الوصفه مش هتجيب معاكي نتيجه او اي وصفه تفتيح. لو انت عندك التهابات في المناطق الحساسه او حبوب او لو حبايه صغننه قد كده، اوعي تحطي فيها اي وصفه لانها هتزود الالتهاب وهتزود عندك الاسمرار. طب اعمل ايه يا مويا؟ كل اللي انت هتعمليه ان انت هتعالجي الحبوب قبل الوصفه. طب عالجي الحبوب ازاي يا مويا؟ كل اللي انت هتعمليه حبيبه قلبي، هتجيبي كريم مضاد حيوي مضاد للالتهابات، وهتبدأي تحطي عليه نوع كريم تاني اسمه بيتا ديرم، ده مضاد برضو للالتهاب. يعني هتجيبي نوعين كريم مضاد للالتهابات وهتبدأي تخلطيهم على بعض، وهتحطي عليهم قرصين من الاسبرين وقعدي اخلطيهم على بعض وادهنيهم يومين بالكتير، وهتلاقي لو حبوب او التهابات هتتشال على طول. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجة يا حبيب قلبي معايا هنا طبق بالشكل ده، واول مكون معايا طبعا الكيس السحري هنقول عليه وهنستخدمه مع بعض. اول حاجة حبيب قلبي معايا هنا ليمونة. البنات اللي هيقولوا لي يا مويا طب ما الليمون هيعمل لي حرقانة هيتحسس، لا احنا مش هناخد الليمون، احنا هناخد قشر الليمون. قشر الليمون من الحاجات القوية جدا لتفتيح المناطق الحساسة. كمان قشر الليمون فيه ميزة حلوة قوي ان هو ما بيحسس، يعني مش هيحسس لك بشرتك او هيحصل لك حساسية منه. كمان ان احنا هنعمل النهارده طريقه حلوه قوي قوي لتنعيم وتعطير والمناطق الحساسه وتبييضها اثناء النوم، هتديكي درجه تنعيم وتفتيح حلوه قوي، كمان هتعمل على ان انت توقي ان يحصل لك اسمرار تاني. هنبدا ان احنا ننزل على قشر الليمونه بتاعتي دي معلقه من النشا او الكورن فلاور، وهنبدا ان احنا نقلبهم مع بعض. تمام، وبرده طبعا النشا ممكن تستبدليه ببودره الاطفال، لو عندك بودره جونسون ممكن تستخدمي بودره جونسون للاطفال بديله للنشا. هبدا ان انا اخد معلقه من المكون السحري ده، وهو المكون ده من الحاجات الحلوه جدا لازاله اي سواد، وهو القهوه سريعه الذوبان، وهنبدا نقلبهم مع بعض. خلطه رهيبه والله يا بنات، حلوه جدا، انا مجرباها ادتني تفتيح حلو قوي. بالله عليكي ما تنسيش اللايك، ربنا يسعدك يا رب. بصي بقى الكيس السحري ده من الحاجات اللي بتفور اي سواد، انا جربته شخصيا، يعني انا بصراحه يعني، فعشان كده انا حبيت اشاركه معاكم النهارده. هتستخدميه وليه كمان بدايل، وهو ايبي ماج ده يا بنات فوار املاح. تمام، فوار املاح بيستخدم للناس اللي عندها نقرس او حاجات زي كده. تمام، طب يا مايا افرض ان انا معرفتش، ده بيكون محتوى على فيتامينات كتير قوي، لو انا معرفتش اجيب ايبي ماج ممكن تجيبي اي نوع فوار للاملاح، مش فوار للقولون او فوار للفواكه، لا فوار بيعالج الاملاح بس يكون فوار. تمام، لان الفوار بيكون النوع ده بالذات
بتكون فعاليته حلوه قوي للتفتيح. هتجيبي اكياس زي ما انت جايبه كده، او ممكن هو اوقات بيتباع، اوقات بيتباع في ازازه كده، بتاخدي منه معلقه. هبدا افتح كيس الفوار بتاعي وهبدا افضيه. بص هو لونه ابيض اصلا. بصي انا حطيته لك، بصي ايبي ميك، ممكن تاخديه سكرين وتستخدميه. بدأنا نقلب كيس الفوار بتاعي، فوار اي نوع فوار املاح، بس يفضل اي بي ماج اللي انا جايباه ده. قلبناهم، بصوا بقى عامل ازاي. تمام، هنبدأ بقى يا حبيبة قلبي نحط عليهم 2 كبار من مية الورد. بصوا الفوران، بصوا الفوران عامل ازاي. بصي الفوران ده لوحده هو اللي بشكل سريع جدا جدا وفعال. بصي فوران رهيب، بصوا كمية فوران في الكيس ده بجد فظيع. بتاخديه بقى، انا مش عايزاكي تستني لحد ما الفوران يروح، انا عايزاكي تاخديه منه وتبدأي ان انت تدلكي بالمناطق الحساسة والعانة. بس يفضل انك تعمليها ما يكونش فيه لا فيه الحبوب ولا فيه شعر، لازم تكوني عاملة سويت علشان تقدري تدلكي براحتك، ما يكونش الشعر حاجز ما بين الوصفة وما بين الجلد وما بين الوصفة. هتبدأي ان انت تاخديه وهو فاير وتبدأي تنزلي. بصي بصي بصي، تبدأي خدي كده وهو فاير وانزلي كده اهو، تمام. بعد كده هتبدأي ان انت تسيبيه على المناطق الحساسة لمدة 20 دقيقة كاملة، هتلاقيه فور لك السواد. بس اوعي يكون فيه التهابات، زي ما قلتلك هتزود الالتهابات عندك. بعد ما هتسيبيه النص ال 20 دقيقه، هتبداي تغسلي بالميه الساقعه، واوعي تغسلي بالميه السخنه علشان ما تلتهبش. بعد كده بقى يلا بينا هعمل معاكي المرطب والمعطر للمناطق الحساسه اللي هتدهنيه يوميا قبل النوم. هيديكي تفتيح وهيديكي نعومه وهيديكي تعطير، وكمان هيخلي عندك المناطق الحساسه دايما جميله وريحتها حلوه. هنبدا ان احنا ناخد معلقتين او هي معلقه صغيره، وممكن تكتري انت الكميه عادي من اي نوع بودره اطفال متوفر عندك. انا عايزه اقولك ان دي كمان الطريقه دي تعمليها قبل النوم، هتخلي دايما المنطقه الحساسه عندك اكنك حاطه لها ميك اب، اكنك مزوقاها، هتخليها دايما كده بيضه وريحتها تجنن. هتاخدي معلقه من بودره الاطفال، اي نوع بودره اطفال تمام متوفر عندك، وهتبداي ان انت تجيبي. بصي يا حبيبه قلبي، انا هستخدم الزيت ده زيت البرتقال، بيدي تفادي من اي سواد وبيفتح قوي كمان وبيغذي. يعني احنا برضو بنبقى محتاجين عناية في المناطق الحساسة لانها جزء مهم في حياتنا برضو. انا بستخدم زيت البرتقال، بيديني تفتيح، بيديني نعومة، وكمان بيديني ريحة حلوة جدا. ممكن لو انا طب مش متوفر عندي زيت البرتقال اعمل ايه؟ مية هتحطي زيت الورد، تمام. بس انا عن نفسي هاخد زيت البرتقال في الوصفة دي. هبدأ اخد، بس هو انا مش عايز اكتر من كده لان زيت البرتقال ريحته قويه جدا، فانا مش هاخد منه غير معلقه صغيره، وهزود عليه زيت زيتون علشان النعومه وعلشان التفتيح. طيب حطينا قد ايه ميه؟ احنا حطينا معلقتين كبار من زيت الزيتون على معلقه صغيره من زيت البرتقال او زيت الورد مع معلقه من بودره الاطفال، وهنبدا ان احنا نقلبهم مع بعض لحد ما القوام معايا يكون كريمي زي ما انت شايفه بالشكل ده. والله ريحته تجنن تجنن. هتبداي بقى تاخدي منه وتحطي في علبه عندك، وتبداي تاخدي منه كده وتدهنيه على العانه وعلى ما بين الفخذين وتحت الايبوتين، هتشلك اي ريحه عرق وهيشلك اي سواد. تحفه تحفه يا بنات، جربيه ومش هتندمي، استخدميه يوميا هيديكي والله العظيم. بصوا انا شامه ريحته، مدياني ريحه حلوه جدا وتفتيح حلو جدا، استخدميه ومش هتندمي. ارجوكي جربي الوصفتين وبعدين تعالي قوليلي في الكومنتات رايك. متنسونيش في اللايك، ربنا يخليكوا ليا احلى اخوات في الدنيا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.